السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فكنت واجد في مدينة عبد الملوك، مدينة رائعة صفراء. أريكم واحد الميزة للبيع، فيلا 1200 مترو، تبارك الله ما شاء الله، ثمن جد مناسب. عشاق الراحة النفسية مرحبا بكم، وعنده واحد إطلالة رائعة. أنوريكم إن شاء الله من التغاس. بارطاجيو الإخوان، يقدر يكون شي واحد من الأصدقاء باغي يشري في صفرو. هاد الميزة الزوينة اللي تقدر تجي حتى بخوجي، يعني سال دو فيت، راه كاين هنايا لي سال دو فيت هنايا. مي دوماج مع الكوفيد سادين. بون، الفيلا هي هادي 1200 متر كاري. على لونتخي كنلقاو كاراج كيز حتى لتخوا فواتور، والجريدة هي هادي. شكرا شكرا للناس اللي سافروا بعدا على حسن الضيافة. نبداو بالجريدة هي الأولى. تبارك الله الخضرة موجودة هنايا، سيرتو حب ملوك، وكما كتعرفوا راه معروفة بموسم حب ملوك. فالجريدة هي هادي، السيد راه زرع التين كما كتشوفوا. هذا كاين القرقاع، كاين الرمان. ما غاديش نقول لك جيب ساكك ودخل، ولكن غتصلح شويه الاصلاحات. من الثمن راه جد مناسب. الجريده كامله ديال الفيلا. فوالا، عندك اونتري من الجرده، اونتري برينسيبال عاوتاني من الجهه الماديه. هنايا كاين تيغاس، واحد الجو واعر هنايا. الله، بون، هنايا عندنا كويزين عادية. سال دو بان افيك بانوار، شومبر اكوشي اللول، السيد دار فيه صالون. وهذا هو الصالون الكبير. فالفيلا تقريبا قديمة شوية، خاصها غير شوية اصلاحات. مي مع الثمن راه الثمن جد مناسب. نطلعو نشوفو التيغاس، تقدر تبني 30% الفوق. يعني كون كانت عندي هاد الفيلا ديالتي انايا، غادي نبني واحد بتيت ابارتمون هنايا، غندير كامل الزجاج. ونشوف على هاد، شوف عندها الإطلالة الواعرة على الجبال. أول زيارة ليا لمدينة صفرو، فتقريبا بعيدة على 1 كيلومتر على لي كاسكاد. وحنا دابا كنتواجدو في الطريق الرئيسية ديال فاس، سميتها فدان موربات، شارع محمد السادس، طريق فاس صفرو. باش عجبتني فيلا داير بها غير خضوريه. شوف لا عندك شي مشكل في الخدمه ولا مشكل عائلي، اجي ريح اخويا هاد اليومين هنايا. تبارك الله الماء حلو واحد الدرجه ما كتصورش. السير قديم شويه، ولكن هذا الثمن جد مناسب. يعني اللي غيدخل للفيلا
راه يصلح فيها شي شويه، راه 1200 متر كاري، ما كندويش على 300 ولا 400، راه 1000 تبارك الله 1200 متر. بون هنايا بنيه 140 متر كاري، وهنايا عاوتاني عندك دويره صغيره بنيه فيها 110، وعندك الجازه دايره بها كامله. يعني كنشكر بعدا مولين الدار على حسن الضيافه، يعني ملي شربت اتاي راه النعناع كيهزوه من تمايا وكيحطوه على داك الشي بيو. وريكم بروكسيميتي ديال الفيلا، عندنا هنايا كاين قاعة الحفلات، سال دو فيت هدى، خدامة مزيان. يعني حتى اللي بغا يديرها بروجي راه كتجي بروجي زوين، حيت جات على الطريق الرئيسية ديال فاس. فوالا هادي الطريق الرئيسية هي هادي، لاكسي الفيلا من هنايا. هذا مكان، نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم الفيلا. السيل شويه قديم، ما كيما قلت لكم اللي غيشريها ان شاء الله غادي يصلحها، ولا غيدير فيها ان شاء الله بروجي. 1200 متر كاري، فيها دار فيها 170 و لا 160 ودويرة أخرى فيها 110. الثمن هو 260 مليون سنتيم. أي استفسار 06-00-88-3-4-4. أعانكم الله وأحبكم في الله، الله يعاونكم.